قلبي ألقاك في المنام وكل ما أصحو تموت أبي ما عاد بيتنا حلوا كسائر البيوت أبي ألقاك في المنام وكل ما أصحو تموت هل أنت عند الله هل سافرت حقا أصعب شيء في الحياة لما تفقد أبوك، والأصعب وأصعب لما تشوف دموع والدتك على رحيل والدك، ولما تفقد شخص كان قريب منك، ولما يرحل شخص كنت تحبه، ولما تحزن ما تجد حد من حولك يواسيك. كل هذه الأشياء موجعة، الغياب، الرحيل، الفقد، الخذلان.